بداية، لدينا مشاريع في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا، وبالتالي وجبت علينا العودة إلى نشاطنا هناك، ونحن نعمل مع شركائنا الليبيين في هذا الخصوص. نحن نملك عديد الفروع الناشطة في مجال الخدمات في أشغال البناء والإنتاج والصيانة وغيرها، وبالتالي نحن نحاول إشراك فروعنا لمرافقتنا في نشاطاتنا في ليبيا في سبيل الوصول إلى الإنتاجية التي كان عليها البلد قبل الأزمة.